السلام عليكم، عدنا لكم بعد غياب طويل. أيها الجمهور المغربي العزيز، سيداتي وسادتي، المغرب يحطم رقما قياسيا جديدا، والمغاربة في غفلة من هذا، يجب أن تحتفلوا. ما هو هذا الرقم؟ وسط كل ما يحدث وغضب المغاربة وبكائهم على كرة القدم التي في المغرب يصرف عليها الملايير، ليس لإسعاد الجماهير بل لإلهاء الشعب، وفي حين الدولة عوض أن تقدم خططا واضحة حول محاربة البطالة، تركز على نماذج ترسخ سياسة سيساوية. صاحب النعناع، صاحبة الشلاضة، وصاحبة العصير. أيها الشباب الدارس، ليست لدينا خطط لتوظيفكم أو استغلالكم كثروة بشرية، بل تنتظركم كرارس. اذهبوا لتعملوا. في ظل غياب المستشفيات ووفاة الأطفال من مجرد لدغات عقارب، ووسط كل هذه المآسي، يحطم المغرب رقما قياسيا جديدا لطالما حذرنا منه في هذه القناة، حيث وصل الدين العام اليوم إلى أكثر من تريليون مليار درهم. 1024 مليار درهم هو الدين العام للخزينة العامة، 93 مليار دولار. إذا وزعنا هذا الدين على المواطنين يعطينا أكثر من 4 ملايين سنتيم كريدي على كل مواطن، طبعا سيؤدي من التعليم والصحة والخدمات وفي الماء والكهرباء، لكن المواطن يبكي يبكي على زياش. شكرا زياش لأنك جعلتنا نعود مبكرا، ونحن بدأنا نناقش أمورا جدية. الدولة تصرف الملايير على كرة القدم لكي تلهي بها الشعب وليس من أجل الترفيه عنها، لكن زياش ألغى كل تلك الخطة، حطم كل تلك الخطة، وها نحن نعود لمناقشة ما هو مهم. 1024 مليار دولار كريدي على المغاربة. ولكي تكونوا في الصورة أكثر، عليكم أن تعرفوا بأن هذا الرقم يساوي الناتج الداخلي الخام للدولة بأكملها. الإنتاج الوطني، الدولة المغربية تنتج سنويا تقريبا نفس الرقم. لقد وصل الدين العمومي إلى أكثر من 99%. تخيل معي فقط هذا الرقم، حاول أن تكرره وأنا أقولها، تريليون درهم، لا بل تريليون وأربعة وعشرين مليار درهم، 97 مليار دولار، 4 ملايين على كل مواطن. هذا يعني أننا نتجه نحو الهاوية، نعم بسرعة البرق. لا أحد يتحدث عن هذه المواضيع ولا أحد يستطيع أن يفهمها أيضا، وهي فوق مستوى هذا الشعب الذي تم تكليخه وتجهيله. الدولة تصرف الملايير لكي تلهي هذا الشعب على الكرة، على موازين، على صحافة المرقة التي تبرز الشيخ التراكس ومشاكل كوبل ومول الخاتم ومول الزواطة ومول لا أعرف، لعل الشعب لا ينتبه لهذه المشاكل. لكنني ابتعدت قليلا ورأيت أنه من الضروري أن أعود إليكم لأبشركم بمستقبل أسود ينتظركم، وبالأرقام، أرقام خطيرة يمكن أن تهز دولة متقدمة كفرنسا أو إسبانيا وأن تجعل هذا الشعب يغلي. لكن في المغرب لا يمكن أن يغلي الشعب، فقط إذا حركت إحداهن خصرها. شعب تستطيع أن تجعله ينسى أكله وحقوقه بمجرد هزة خصرة، لأن الدولة حرمته حقوقه العمل والزواج، فهو مكبوت عاطفيا وماليا وثقافيا وكل أنواع الكبت. شكرا لكم وإلى اللقاء. ما رأيكم في الأسلوب الجديد؟ وندعوكم للالتحاق بمولود صحفي جديد، موقع الصحافة.com، موقع إخباري مغربي يضم صحفيين من جميع أنحاء العالم، مقره بكندا، لا يحتاج لترخيص المخزن ولا أمواله ولا هم يحزنون.